احنا بنشكر حضرتك على انضمامك لينا وجودك معانا، وخلينا نتعرف على حضرتك من حضرتك على اخر الاستعدادات لبطولة كأس العالم لليد، يعني ايام ان شاء الله وتنعقد. طبعا الاستعدادات طبعا في اوج قمتها، تجري على قدم وساق زي ما بيقولوا. كل الاستعدادات طبعا من اول طبعا وصول البعثات والفرق الى المطار، وترتيب الوصول والتطبيق الاجراءات الطبيه والاحترازيه الى هيوصلوا امتى المستعدات. المفروض الفرق؟ المفروض ان البطوله هتبتدي بمباراه الافتتاح يوم 13، واغلب الفرق هتوصل من يوم 11 و12، وقائمه الاتحاد الدولي بقى اللي هتبقى موجوده، الحكام الدوليين واداره المسابقات وكده كلهم جايين من يوم 9 و10 كويس. امتى هيتم طرح تذاكر المباريات للجمهور؟ ان شاء الله. يعني خلال الاسبوع القادم هيطرح التذاكر المباريات، وان شاء الله هتكون بنسبه 30% بناء على قرار خدته وزارة الصحة بالتعاون بالاشتراك مع الاتحاد الدولي. كان في قرار بتطبيق 30% كنسبة للحضور المتفرجين للمباريات. ده في كل الاستادات، كل الصالات، الأربع كل صالات. الصالات. وهتطرح اونلاين ولا هتطرح فين؟ ما هتطرح اونلاين بنفس الطريقة، الفان اي دي وشركة تذكرتي، وبنفس ايوه الطريقة اللي خدنا ايوه عليها كجمهور مصري هتطرح عليها بنفس هل الأسلوب.